العقول العظيمة تتكلم بالأفكار، العقول العادية تتكلم بالأحداث، العقول الصغيرة تتكلم بالبشر، فلان وفلان وفلان وفلان. شباب فوق، هذا لازم يكون فوق. كيف بده يكون فوق؟ مين محيطك؟ مع مين قاعد؟ شو بتعمل؟ لاقي الناس الكبيرة اقعد معها، غير محيطك. هاي أداة كتير مهمة في حياتنا، كتير مهمة. انت بتجيب علم وبتسمع خبرة، لأنه العلم لحاله